صباح الخير، رسالة إلى سكان المدينة الأفاضل تعليقا على الخناقة اللي حصلت ما بين السواقين. مش معنى إن السواقين بتوع التكوسة اتخانقوا مع بعض يبقى دول ناس وحشة، لا 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 لا، أنا بشهد لهم شهادة حق بإن دول ناس محترمة جدا والواحد بثق فيهم وفي أمانة، ودول ناس محترمين فعلا. مش معنى ان هم اتخانقوا مع بعض يبقى ناس وحشة. الخناقة دي بتحصل عموما ما بين الناس كلها، مش معنى ان الناس تتخانق مع بعض ان نقول عليهم ناس وحشين، لا، بيبقى دي ساعة شيطان، والحكيم هنا بتحكم في نفسه ويبقى اقوى من الشيطان وبنسحب. الانسحاب ده مش ضعف، الانسحاب ده حكمة وبعد عن الشر، الغالب بالشر مغلوب. المشاكل دي ممكن تحصل داخل المدينة او خارجها، المشاكل دي ما بين البشر كلهم مع بعض. مش معنى اي حد اتخانق مع حد يبقى ده ناس وحش، بلاش نأذيهم في لقمة عيشهم، فدول ناس محترمين جدا. انا مع العملية التنظيمية ومع الشكل العام والجوهر، ما ينفعش الشكل العام يبقى حلو والجوهر وحش، ولا الجوهر حلو ويبقى الشكل العام وحش، لا، الاتنين بيكملوا بعض. يا ريت نتغاضى عن اي شيء سلبي حصل، وبلاش نأذي حد في لقمة عيشه، وبلاش نأذيهم في لقمة عيشهم، خليهم يسترزقوا بس يسترزقوا بشكل جميل ومحترم، هم ناس محترمة. تمام، شكرا، مع السلامة. معلش قبل ما انسى، انا كنت حاضر للخناقة وسلكت، تمام، وفي ناس كتيرة محترمة سلكوا معايا. مش مينفعش اشوف نار مشتعلة واتفرج عليها، والحمد لله الخناقة انتهت والأمور اتصافت. مع السلامة.